السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخواتي الفضلات، محدثكم مستوى صادق. وصلنا اليوم للدرس الخامس إن شاء الله من دورتنا اللي هي حول النتورك فورنسكس أو التحليلات الجنائية للشبكات أو تحليلات البيانات في الشبكات. شرحنا في الدروس السابقة أساسيات عن كل ما نحتاجه. هذا الدرس إن شاء الله راح نبدي بالعمل الحقيقي اللي هو أيضا في البداية بعض الأمور الأساسية، ثم نتطرق إلى جوهر الدورة إن شاء الله. بداية أوعدكم أنه هذا الدرس راح يكون طويل، لذا أعذرونا إن شاء الله وطولوا بال ويانا على مود نكمل الدرس إن شاء الله سويا. اليوم راح يكون حديثنا عن الـ IP header analysis. مثل ما ذكرنا سابقا في الدروس السابقة أنه هناك في الشيء يسمونه encapsulation and decapsulation، يعني البيانات اللي تجينا من طبقة الـ application لما توصل إلى طبقة الـ transport layer يتم إضافة في الشيء يسمونه TCP أو UDP header، اللي هو بيانات اضافيه يتم اضافتها الى الباكيت او السيجمنت على مود تجعلها قابله للفهم. كذلك عندما تصل البيانات الى طبقه النتورك لاير او الانترنت لاير اللي هي الطبقه الثالثه، ايضا يتم اضافه شيء يسمونه اي بي هيدر اللي هو المعلومات الرئيسيه الخاصه بالطبقه الثالثه. فبدايه هو شنو الاي بي هيدر؟ احنا شفنا صوره عن هذا الاي بي هيدر في المحاضرات السابقه، ولكن ايضا لا ضير في اعاده رؤيتها مره اخرى. الاي بي هيدر مثل ما تلاحظون هو يتكون من مجموعه من البيانات اللي هو عاده يكون حجمه 32 بالحقيقه طولها 32 بت، وتتكون من هذا العدد من اللي هي 20 بايتس اوفر اول، يعني المجموع الكلي هو 20 بايتس. اول اربع بتات من اثرها تكون هي الفيرجن الخاصه بالاي بي، لانه احنا نعرف مثل ما نعرف اكو عندنا تو فيرجنز من الاي بي، اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. فهذا المكان هذه الاربع بتات راح تحتوي اما على رقم 4 او على رقم 6، اللي هو فقط يخبرنا بنوع الاي بي المستخدم. بعدها راح يجينا في شيء يسمونه الاي بي هيدر لينث اللي هو طول هذا الاي بي هيدر، واللي هو عاده يكون 5. اذا كان اكثر من 5 هذا يشير الى انه اكو اوبشنز مستخدمه، واستخدام الاوبشنز في اغلب الاحيان يدل على وجود مشكله مثل ما راح نلاحظ بعد قليل. بعدها تجينا الـ 8 بيتس ديفرنشيشن سيرفيسز، بعدها 16 بيت توتال لينث اللي هو هذا الحجم الكلي للباكيت، يشمل ال 20 بايت اللي هي خاصة بالهيدر إضافة إلى البايتات الأخرى اللي هي للبيانات نفسها، يعني الداتا الحقيقية. بعدها تجينا 16 بت اي بي ايدنتيفيكيشن اي دي، اي دي نمبر اللي هو هذا رقم الباكيت، كل باكيت يتم إرساله ضمن حزمة من الباكيتات يأخذ فد رقم خاص مميز يختلف عن كل الأرقام الأخرى، وبالتالي هذا الرقم أيضا راح يكون مفيد بالنسبة لنا في تحليل الباكيت، هل هو هذا ليجيتمت باكيت أو فيك باكيت، هل هو يعني باكيت حقيقي أو مزيف من قبل الهاكرز أو الأتاكرز. بعدها تجينا الـ 3 bits of flags واللي هي أيضاً راح نتحدث عنها بشكل مفصل إن شاء الله. بعدها تجينا الـ 13 bit fragment offset، هذا اللي هي تعطينا الرقم بالبايت من بداية الـ segment الأصلية إلى آخر الـ offset أو بعد هذا الباكيت عن بداية الـ segment الحقيقية. يعني فرضاً إذا كانت الـ segment الأصلية هي 4000 بايت وكانت مقسمة إلى 3 باكيتس، الباكيت الاول راح يكون 1500، الباكيت الثاني راح يكون 1500، الباكيت الثالث، ولنفترض انه هذا الباكيت اللي احنا قاعد نحكي عنه راح يكون هو الباكيت الثالث، فراح يكون بعده عن بدايه السيجمنت الاصليه 3000، فهذا الرقم راح يحتوينا على 3000 زائد العشرينات اللي هن خاصه بال اي بي هيدر او تي سي بي هيدر اللي راح نحكي عنها بعدين ان شاء الله. بعدها تجينا تي تي ال تايم تو ليف، هذا ايضا واحد من الحقول المهمه جدا اللي راح نحكي عنه. هو 8 بت فقط، بعدها 8 بت اللي هي تدل على البروتوكول اللي هو نوع البروتوكول المستخدم في الطبقة الرابعة. ثم تجينا 16 بت اللي هي الشيكسم اللي هي تستخدم لفحص الأخطاء، واللي هي أيضا يعني المختصين في مجال الشبكات يعرفون دورها، اللي هي عبارة عن مجموعة من البتات يتم حسابها من قبل السيندر ثم إرسالها مع الباكيت، ويتم استلامها من قبل الريسيفر ومقارنتها مع رقم آخر يتم حسابه من قبل الريسيفر، ثم اكتشاف فيما لو ان الباكت اللي تم استلامها مطابقه للباكت اللي تم ارسالها او هناك اخطاء، وهل من الممكن معالجه الاخطاء او طلب اعاده الارسال الى يعني هناك الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع. بعدها تجينا 32 بت اللي هي السورس اي بي ادرس، و32 بت اللي هي ديستنيشن اي بي ادرس. السورس اي بي ادرس والديستنيشن اي بي ادرس هي الاي بي ادرس الطبيعي اللي احنا نستخدمه 192 168 05 06 الى اخره. ومثل ما ذكرنا اكو عندنا فتح حق اللي يسمونه اي بي اوبشنز، هذا مو دائما يستخدم، نادرا ما يستخدم، واذا تم استخدامه فانه في اغلب الاحيان يؤشر الى وجود مشكله، لانه عاده يتم استخدامه من قبل الهاكرز او الاتاكرز.
وليس من قبل الشبكات الطبيعية. قبل لا نبدي في دراسة أو تحليل هذا الـ IP header، مثل ما ذكرت سابقا إحنا نحتاج أنه نعرف أمور أساسية عن التحويل بين أنظمة الأعداد، وأهم شيء نحتاجه هو التحويل ما بين الهكساديسيمال نظام السداسي عشر إلى الباينري، والهكساديسيمال إلى الديسيمال، يعني من السداسي عشر إلى الثنائي ومن السداسي عشر إلى العشري. مثل ما تلاحظون إحنا عندنا الأعداد السداسي عشر، هنا مجرد ملاحظة أو مراجعة بسيطة للأخوة اللي راح يحتاجوها. الأعداد السداسي عشر تبدي من صفر إلى التسعة، بعد هنا بيجينا A B C D E F حد F. هذه كل واحد منها يتم التعبير عنه بالباينري بأربع بتات، ابتداء من الصفر إلى الF. الصفر هو 0000، الواحد هو 0001، الاثنين هي 0010، وانتهاء بالF اللي هي 1111. هذه هنا نفسها بالنظام السداسي عشر والنظام الثنائي هنا تكافئ الأعداد الطبيعية اللي نعرفها من الصفر للخمستاعش، واللي هنا 16 رقم. فهذه أيضا هذا جدول، يعني أنا أتمنى أنه الأخوة المختصين في مجال الحاسبات عموما، الشبكات خصوصا، كل إنسان يتعامل مع الحاسبات في حياته اليومية، يفترض أنه هذا جدول يعني تحفظه، يعني لأنه من الصعب أنه ترجع تبحث عن الجدول كل مرة تحتاج أنه تحول بين هذه الأرقام. فهو جدول يعني بسيط وسهل، يعني ما يحتاج له وقت طويل لحفظه، وحفظه راح يعتبر واحدة من الأدوات الرئيسية اللي تستفيد منها في حياتك اليومية مع الشبكات أو الحاسبات بصورة عامة. الآن خلنا نفترض أنه عندنا هذا السيناريو. إحنا قلنا بأنه هدفنا الرئيسي من الدورة هو Network Forensics اللي هي تحليلات الشبكة، واللي تبدأ بتنصيب Firewall أو تنصيب فد Intrusion Detection System أو Intrusion Prevention System، وجعل هذا النظام يقوم بعملية Logging أو تسجيل لأحداث الشبكة. في لحظة من اللحظات اكتشفنا أنه أكو مشاكل في الشبكة، أكو شكاوى من قبل المستخدمين، أو أكو شك بأن هناك اختراق للشبكة. فراح نبدأ بفتح الملفات الكابتشر اللي احنا اصلا حافظيها عندنا، ونبدأ باستخدام احد البرامج يعني استعراض الباكتات، ولتكن اللي هي الواير شارك مثل ما ذكرنا، او التي شارك، او التي سي بي دامب، او وين دامب الى اخره. في واحد من هذه البرامج ظهر عندنا هذا الباكت، يعني في واحدة من الباكتات ظهر عندنا هذا الشكل. عادة يكون السطر الاول هو تعبير طبيعي، والبقية هي عبارة عن الهكساديسيمال داتا تعبر عن الاي بي هيدر والاي سي ام بي هيدر والاي سي ام بي داتا. هنا هو هذه المعلومات ما راح تكون موجوده ضمن البيانات اللي نشوفها في برامج الديتكشن. هذا هو فقط للتوضيح، يعني ما اعطانا هذه السهمين لتدل على انه هذا الاي بي هيدر مالتنا اللي يبدا من 4500 ونحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بالضبط 20 بايت مثل ما توقعنا. كل رقم من هذين الارقام، هاي الاربعه هي عباره عن 0100، الخمسه هي 0101 مثل ما لاحظنا، هذين كلهم هكساديسيمال، يعني كل واحد منهم يعبر عنه باربع بتات. فاذا حسبنا انه 4 و4 8 هذا بايت، وهذين 4 و4 8 هذين 2 بايت، فكل واحده من هذين هي عباره عن 2 بايت. لاحظ انه هذا المقدار اللي هو الاي بي هيدر هو 20 بايت مثل ما توقعنا بالضبط. ولذلك مثل ما تلاحظون سابقا عرف قلنا بانه نحتاج نعرف شلون نحول الهكساديسيمال الى باينري او الى ديسيمال على مود نقدر نعرف محتويات كل واحد من هذين الهكساديسيمال داتا. هنا كقراءه بسيطه، اول شيء تبدا به كل الباكيتس المرسله والمستقبله في الشبكات هو وقت الارسال 04/19/31، يعني هذا الساعه والدقيقه والثانيه اللي عندها تم ارسال هذا الباكيت. بعدها هذا رقم يعني يعبر عن الايدنتيفيكيشن للحاسب نفسه او للباكيت المرسل. النوبة عندنا هنا 1 2 3 4، هذا يمثل السورس ادرس، سورس اي بي ادرس، هذا عنوان المرسل 1 2 3 4. بعدها نلاحظ هذا السهم اللي هو يعبر لك عن اتجاه البيانات، هذا هو الديستنيشن ادرس اللي هو 192.168.55. نوع البروتوكول اللي مستخدم حاليا عندنا هو ICMP Internet Control Message Protocol. نوع الرسالة هي Echo Reply اللي هي يعني الريبلاي الخاص بالبينك. وأكو عندنا هنا فد فلاج اسمه Don't Fragment، يعني هذا الباكيت هو غير قابل للتجزئة مثل ما راح نلاحظ إن شاء الله بالخطوات القادمة إن شاء الله. فهسه احنا عندنا هدفنا الرئيسي في هذا الدرس هو تحليل هذه البيانات. هسه احنا عندنا 4 5 0 0 0 0 2 8 إلى آخره،
هذه أرقام ما نعرف شنو معناتها إلا إذا كنا عارفين هذا الشيء أو نخلي دائما تحت اليد، أنا بدي نقدر نرجع له دائما ونعرف هذه التحويلات، وعندما نلاحظ أي باكت نبدأ بتحليلها بالطريقة التالية. How to read it شلون نقدر نقرأ؟ مثل ما تلاحظون أنه احنا قلنا راح نجزئهن إلى أجزاء مشابهة تماما لهذه الأجزاء، 4 بت 4 بت 4 بت 8 16 16 3 13 8 8 16 إلى آخره. فتلاحظون هنا أنه أول 4 بت هي الـ IP version اللي هو يحتوي على رقم 4، وبالتالي هو قاعد يخبرنا أن هذا الباكت هو IP version 4. بعدها هاي الخمسة اللي هي IP header length واللي هي عادة تكون 5. شنو هاي الخمسة؟ هاي الخمسة تدل على أنه احنا عندنا 5 في 4 اللي هي 20، يعني طول الـ IP header مالتنا هو 20 word، العفو 20 بايت اللي هي 5 word. فهذا الرقم دائما يكون غالبا يكون 5، إذا ما كان 5 فهذا يؤشر على وجود مشكلة. بعدها الـ differentiated services عادة تكون 0 0. الـ IP datagram length هنا أنا قاعد يقول لنا بأنه الـ IP datagram الطول الكلي لهذا الـ datagram أو الـ packet هو 28 بايت. بعدها يجينا الـ IP identification number اللي هو B5 وCB، هذا كلها في بالهكساديسيمال. لو كنا عايز يعني نحتاج أنه نحولها إلى الباينري أو إلى الديسيمال، كل رقم لوحده تحويله سهل، ولكن إذا أصبحت مجموعة combination من الأرقام فعندها راح نحتاج أنه نذهب إلى الإنترنت. يعني هناك الكثير من المواقع اللي هي مجرد أنه تكتب له هكساديسيمال to binary converter راح تلاحظ أنه كثير من الأماكن. يعني هنا أنا مثلا لاحظ شنو اللي كان عندنا B5CB، ونقول له convert هذا إلى الباينري، راح يلاحظ أنه هذا هو الباينري المقابل إليه. لو احتاجين أنه نحوله إلى الديسيمال كذلك، اكو مجرد انه تكتب له هكساديسيمال تو ديسيمال كونفرتر راح تلاحظ انه تظهر الكثير من المواقع اللي هي يعني مجرد انه تكتب في داخلها، وليكن هذا الباكت اللي خاص بينا حاليا هو B5CB، ومجرد انه نقول له كونفرت راح يعطينا هذا الرقم، هو يعني 46539. هذا هو الـ identification IP ID هاي الحالة. نفس الحالة بالنسبة للفلاجز، هذين الثلاثة هنا عندنا رقم 4، بعدها 000 اللي هو الفراجمنت اوفسيت، مما يدل على انه هذا الباكيت هو اول باكيت ضمن السيجمنت الكلية. التايم تو ليف هو اف اي، الاف اي ايضا اذا اردنا نحولها نشوف انه الاف اي ايش قد تعادل لـ 254، وايضا راح نعرف هاي الـ 254 ايش راح تفيدنا بعد قليل. البروتوكول المستخدم حاليا هو واحد، رقمه B209 إلى آخره. السورس IP address هو 1234 مثل ما عرفنا، والدستينيشن IP address هو C0A8005. C0 والA8 أيضا إذا نجي نشوفهن، C0 هي 192 مثل ما شفناها، والA8 هي 168. هذان هنا اللي 192 168 اللي لاحظناهن قبل قليل، هذه هي 192 168 5 5، وهنا 1 2 3 4. أيضا نجي هنا نشوف 1 2 3 4، وهنا 192 168 5 5 مثل ما احنا متوقعين. كذلك يعني إذا أردنا نحسبها بعد حساب أكثر، إنه هذا هو البايت رقم 0 يحتوي على 2 nibbles. nibble هو عبارة عن نص بايت اللي هو 4 bits. بعدها البايت رقم 1، بايت رقم 2، 3، 4 إلى آخره. يعني إذا أردنا نقسمها على شكل بايتات ونعرف أنه كل بايت من هذه البايتات شنو قيمته وشنو معناه. الآن هسه احنا شفنا أنه عندنا الكثير من الحقول في هذا الـ IP header، ولكن منو هي الحقول المهمة؟ important fields، الحقول المهمة من هذا الـ IP header اللي نحتاج أنه نركز عليها عند تحليل الباكيتات هو حقل البروتوكول، حقل time to live، IP ID، والـ IP header length. البروتوكول هو يحدد لنا الـ transport layer protocol، البروتوكول في الطبقة الرابعة اللي مستخدم حاليا من قبل هذا الباكيت. الـ TTL Time to Live يستخدم للمساعدة في معرفة الـ Remote OS شنو نظام التشغيل اللي قام بإرسال هذا الباكيت، وكذلك الـ Distance إيش قد بعد هذا الحاسوب اللي هو Source Computer إيش قد بعده عن حاسبتنا الحالية اللي إحنا قاعد نسجل فيها الباكيتس أو الترافيك ونقوم بتحديثها. الـ IP ID هو Unique Number Stamped into Every IP Packet، هذا اللي هو الـ ID الخاص بكل IP،
أيضا هذا فد رقم محدد أو مخصص يجب أن يكون غير مكرر وغير متشابه مع أي IP آخر. الـ IP header length value above 5 indicates options are being used which is a red flag. مثل ما ذكرنا أي قيمة أكثر من 5 تدل على أنه options مستخدمة واللي هي في عالم السكيورتي يسموها red flag يعني عالم أحمر وتدل على أنه أكو مشكلة أو أكو احتمالية اختراق أو أنه هذا الباكت في مشاكل. بالنسبة للبروتوكول اللي قلنا اللي هو البايت التاسع إذا ترجعون ويانا هنا البايت رقم 9 اللي هو هذا البروتوكول لاحظ أنه هو عبارة عن بايت واحد. هذا يدل على أنه إذا كان واحد فإن البروتوكول المستخدم اللي هو إنترنت كنترول مسج بروتوكول مثل ما لاحظنا هذا الشيء طبيعي صحيح. إذا كان 4 هو IP encapsulation. إذا كان 6 هو Transmission Control Protocol. إذا كان 17 UDP. 47 هو GRE. 50 هي ESP وهكذا. يعني معرفة هذا الرقم تدل على أو تساعدنا كثيرا على معرفة شنو نوع البروتوكول المستخدم. البايت الثامن مثل ما ذكرنا اللي هو TTL Time to Live. هذا قيمة يتم ضبطها من قبل نظام التشغيل المرسل. وعادة ما تأخذ يعني ما تأخذ قيمة أكثر من 255 لأنه هي بايت واحد. مختلف نظم التشغيل تعطيها مختلف القيم. فمثلاً الأولدر ماك ماك أوبريتنج سيستم القديم كان يعطيها القيمة الأولية هي 32. اللينكس والبي إس دي والنيوار ماك تعطيها 64. الويندوز يعطيها 128 والسيسكو والأي آي إكس تعطيها 255. معرفة هذا الرقم راح يساعدنا على معرفة كم تبعد الحاسبة الأصلية عن حاسبتنا الحالية اللي نسجل فيها البيانات وما هو الأو إس اللي قام بخلق هذا الباكيت. كمثال يعني هنا نفترض أنه can you name the OS and how hopes away they are. نفترض أنه عندنا هذا الباكت أو هذه الأربع باكتات تم استلامها من قبل حاسبتنا الحالية. فإذا كان عندك هنا هذا التايم هذا IP ID time type of service هو 0 TTL 127. ف127 إذا تلاحظ رقم 127 نرجع على جدولنا هذا نلاحظ أنه إحنا مباشرة ما إحنا عرف أنه النظام التشغيل اللي اجت من عنده هاي الباكت هو ويندوز وبعدنا عن الحاسب المصدرية هو واحد فقط لأنه هذا TTL يتم تنقيصه بمقدار واحد عندما تنتقل الباكت من حاسبة إلى الحاسبة الأخرى. يعني بالحاسبة المصدرية كان قيمته 128 مجرد أنه انتقل من الحاسبة الأولى أو من الجهاز الأول إلى الجهاز الثاني يتم انقاصه بمقدار واحد اللي هو احنا في حاسبتنا الحالية اللي قاعد نسجل في داخلها الباكتات كانت القيمة 127 وبالتالي هذا يدل على أنه هو single hop away from source يعني خطوة واحدة يبتعد عن الحاسبة المصدرية. فمن خلال معرفة TTL عرفنا شنو نوع OS اللي خلق هذا الباكت وشنو وكم يبعد هذا الباكت عن أو قلت كم يبعد الحاسوب المصدري source IP source computer عن حاسبتنا الحالية. بعدها تعرف تقدر IP ID offset flags don't fragment اللينكث إلى آخره كثير من الأمور الأخرى. طب لو شفنا أنه الـ TTL هو 50 في هذه الحالة أيضا نرجع على جدولنا الأصلي نشوف أنه شنو أقرب شيء للـ 50 هي الـ 64 وبالتالي راح نعرف أن نظام التشغيل اللي قام بخلق هذه الباكت وإرسالها هو أما أن يكون لينكس أو PSD أو ماك. وكم بعد حاسبتنا الحالية عن الحاسبة اللي قامت بإنشاء هذا الباكت بعدنا عنها 14 هوب اللي هي 14 قفزة 14 حاسبة أو جهاز بين حاسبتنا الحالية والحاسبة التي قامت بإنشاء هذا الباكت. نفس الحالة هنا 127 اللي هي ويندوز وسنجل هوب والخمسين اللي هي ماك أو لينكس اللي هي 14 هوب. آخر شيء اللي هو الحقل المهم أيضا في الIP ID أو الIP header هو الIP ID IP identification اللي هو البايتس 4 و 5. هذا هو unique number stamped to each header allow you to distinguish between any two packets in the session. يعني حتى إذا كانت two packets عائدة لنفس السيجمنت كل واحدة منها راح يكون عندها IP ID يختلف عن الآخر. Different OS increment this value differently. بالنسبة للويندوز كل packet يكون IP ID الخاص بها هو أما بإضافة واحد أو بإضافة 128 عن الباكت اللي قبلها. وبالتالي إحنا نعرف أن إذا استلمنا الباكت اللي رقمها 20 فنعرف أنه الباكت اللي راح تجي وراها مباشرة راح يكون الـ IPI الخاص بها هو 21 أو 148 يعني أما يزودها بمقدار 1 أو يزودها بمقدار 128. بالنسبة للينكس varies based on the transport layer تختلف قيمة الإضافة سواء كانت يعني
طبقا الى نوع الترانسبورت لاير بروتوكول، هل هو تي سي بي او يو دي بي. بالنسبه لنظام البي اس دي يكون عاده راندوملي، واللي هو الافضل طبعا، لان معرفه الاي بي اي دي يمكن ان تسمح للمخترقين بعمل ايدل سكان، يعني لو كان هناك مان ان ذا ميدل، يعني كان هناك حاسب سندر وحاسب رسيفر وكان هناك اتاكر او هاكر اللي هو المان ان ذا ميدل، وقام بعمليه ديتكشن ومسك وكابتشرنج للباكيتات، واكتشف ان الباكيت القادم من الويندوز رقم 30، فمباشره هو يقدر يخلق فد باكيت مزيف ويقوم بارساله للرسيفر رقم 31 او رقم 158، واللي مباشره راح يعني يتم خداع المستنب بانه هذا اوكي ليجيتيميت باكيت، هذا الباكيت يعني كانه هو اجى مباشره من نفس الحاسبه الاصليه اللي قامت بارساله. وبالتالي بالنسبه للويندوز من السهل عمل الايدل سكان، من بالنسبه لللينكس الامر شوي اصعب قليلا، لانه يعتمد على انه هل هو تي سي بي او يو دي بي. اما بالنسبه للبي اس دي فهو تقريبا مستحيل عمل الايدل سكان. وايضا راح ان شاء الله اذا صار عندنا يعني مجال انه نتحدث عن هذه الامور اكثر بالدروس القادمه. هذا كل ما يخص للاي بي اي دي او الاي بي هيدر اللي حبيت انه اتكلم عنه اليوم. اتمنى انه يكون هذا الشرح مفيد ومفهوم بالنسبه للجميع. ايضا مثل ما كل مره نقول، ان في حال وجود اي سؤال، استفسار، اضافه، ملاحظة، فإحنا نرحب بكل هذه الأمور، وإن شاء الله ننتظرنا في الدرس القادم. وشكرا جزيلا.